أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من القناة الوطنية الأولى، والبداية بالعناوين. زراعة السرجم الزيتي في تونس وآفاق تطويرها محور يوم أعلامي في القيروان للتعريف بهذه النبتة ومساهمتها في التداول الزراعي. قبل أيام من انتهاء أجل التمتع بالأعفاء من خطايا التأخير، إقبال مكثف من الشركات والحرفيين والجمعيات على التسجيل بالسجل الوطني للمؤسسات. إجراءات أمنية مشددة في بغداد توازياً مع جلسة مرتقبة للبرلمان العراقي للتصويت على طلب رئيس البرلمان الاستقالة من منصبه. البداية بشأن الفلاحي، وينتظم في القيروان يوم توعوي لتعريف الفلاح بنبتة السلجم ولتشجيعه على زراعتها والاستثمار فيها، خاصة وأن لها مردودية إنتاجية مهمة حسب المختصين. السلجم الزيتي زراعة مستجدة في تونس، ينتسب في عدد من الحقول بالشمال الغربي وبنزرت ونابل، ويساهم في توفير الزيت النباتي فيما تستعمل فواضل عصره لإنتاج الأعلاف المركبة. وفي إطار التعريف بفوائد هذه النبتة، انتظم يوم أعلامي بالقيروان يهدف إلى تحسيس الفلاحين بمميزات نبتة السلجم. السلجم الزيتي نحن في حاجة ليه كاستعمال يعني الزيت، اللي هي الزيوت بالنسبة لنا احنا أصبحت مكلفة والأسعار مرتفعة، ونأمل أنه يقع الإنتاج متاعها على مستوى وطني. كذلك الأعلاف وارتفاع الأعلاف وما أدرك ما الأعلاف، يعني السلجم الزيتي هذا يوفر لنا الأعلاف سواء الدجاج أو الأبقار. الحاجة الأخرى واللي هي ربما مهمة جدا هو يساهم في التداول الزراعي مع الحبوب. النبتة هذه الحقيقة هي مربحة ومربحة جدا، وأفاقها واعدة وكبيرة بالنسبة للفلاح، وذلك علاش نشجعوا فلاحتنا للإقبال عليها بالطبيعة. علاش؟ لأنه أول حاجة على مستوى المردودية، كي يزرع بعدها قمح وإلا شعير المردودية تزيد تقريبا ب 20%. هي نبتة عاسلة يحبها برشا النحل، هي بالطبيعة تخصب التربة من المواد العضوية، وبالطبيعة هي معناها المردودية نتاعها الحقيقة مردودية عالية جدا. وما تزال تجربة إنتاج السلجم محتشمة في ولاية القيروان بسبب مناخها الحار والجاف، وهو ما يستوجب زراعتها مروية. القيروان تعتبر معناها المساحات ما زالت معناها محتشمة، اللي نزرعوا فيها في تونس هي أصناف ربيعية، دونك تتماشى مع المناخ نتاعنا، دونك الحاجيات نتاعها مستحسن معناها نزرعوها في المناطق اللي التساقطات فيها تكون معناها من 350 إلى 400 ملم فما فوق. في القروان نجم نعتمدوها تحت النظام المروي، عندها معناها حاجيات غذائية كما معناها التسميد الأزوتي والفوسفوري والبوتاسي. حيث المساحات دونك تجي ولاية باجة في المرتبة الأولى، ولاية بنزرت، ولاية جندوبة. الهدف أنه نبلغ في 150 ألف هكتار سنة 2030، ولما لا دونك نتوسعوا حتى أكثر باش نحقوا على قليلة معناها حتى 60% من حاجياتنا. ويحتل زيت السلجم المرتبة الثالثة عالميا بعد زيت النخيل وزيت السوجة من حيث الإنتاج، ويمكن أن يساهم في التقليص من حجم الواردات التونسية من الزيت النباتي. رست فجر اليوم بميناء بنزرت التجاري باخرة محملة ب 27300 طن من السكر الخام المستورد من البرازيل لفائدة الديوان التونسي للتجارة بعد يومين من بقائها في المنطقة البحرية وفق مصدر مسؤول بالجهة. كما أكد أنه تم توفير الآليات اللوجستية والبشرية الضرورية لانطلاق عملية إفراغ كامل الحمولة، وذلك بتعاون وتنسيق مع شركات الشحن العاملة بالميناء وبقية المصالح الديوانية والأمنية، وتوجيهها لمخازن الديوان التونسي للتجارة ومنها لمصدرها مصنع السكر بباجة أين سيتم تكريرها. تواجه منطقة بوسلم من ولاية جندوبة العديد من التحديات على المستوى التنموي. منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يبحث الإشكاليات التي تعيق التنمية في هذه الجهة ويقترح الحلول.
تدهور البنية التحتية بالمناطق الريفية ومناطق التوسع البلدي بمعتمدية بوسالم إلى جانب غياب عديد المرافق الحيوية بها مع تدني مستوى الخدمات المزداد للمتساكنين، عوامل ساهمت جميعها في تراجع مؤشرات التنمية بالجهة وباتت تنذر بمخاطر عدة في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة هي أبرز محاور منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي نظمته جمعية مجتمع التنمية والمواطنة بدار الشباب ببوسالم. خدمات اللي ما هيش متوفر في أعظم مناطق البلدية كتنوير وما هيش مهيئة، مدارس في مدارس ابتدائية في مناطق ريفية وتفتقر لبرشة ضروريات، مراكز صحة أساسية وتفتقر لطبيب صحة عمومية، تفتقر للأدوية. نعتبر اليوم أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في معتمدية بوسالم وفي أرياف معتمدية بوسالم ما زالت ما ترتقيش للحد الأدنى متاع مواطن فاعل في محليته وفي معتمديته وفي منطقة البلدية. ما زال اليوم البوسالمية وأهالينا في بوسالم ما زالوا يعانوا العطش. المنتدى مثل فرصة لعدد من المتدخلين من ناشطين حقوقيين وممثلي المجتمع المدني وغيرهم لتعريف الحاضرين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالمناطق الريفية ومناطق التوسع البلدي بمعتمدية بوسالم وتقديم مقترحات وحلول لجملة هذه الإشكاليات التي باتت تشكل عائقا أمام تمتع المواطنين بحقهم في العيش الكريم. احنا اليوم نعتبر أنه من الحلول العاجلة هو وضع مقاربة تشاركية حقيقية تمشي أكثر ما يمكن تستهدف المواطن. اثنين، استئناف المشاريع المعطلة. عندنا مستوصف بالجهة نطالبوا أنه على الأقل كل المناطق المجاورة للمنطقة هذه، والمنطقة هذه تعتبر الوسط نتاع المنطقة هذه، على الأقل حصة ليلية متواجدة تبيب قائم غاديك متواجد. الفلاح الصغار يعانوا في ترويج معناها المنتوج نتاعهم، فكرنا باش نهيك لهم في مجامع مهنية وبعد التالي معناها شركات تعاونية، ونحاولوا خاطر عندنا شركة تعاونية عندها تو تقريب ما يزيد عن 8 سنين وناجحة معناها بامتياز. تطوير شراكة حقيقية بين المتساكنين والبلدية من شأنه المساعدة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبعث مشاريع استثمارية للنهوض بالوضع الاقتصادي بالجهة والقضاء على أصناف العمل الهشة في عديد القطاعات على غرار القطاع الفلاحي بالخصوص. صدر أمس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر عدد 715 لسنة 2022 المؤرخ في 20 سبتمبر 2022 والمتعلق بأحداث برنامج التمكين الاقتصادي للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي والأشخاص ذوي الأعاقة وضبط شروط وإجراءات الانتفاع به. ويتم ضمن هذا البرنامج تمويل مشاريع فردية أو مشتركة بين فردين أو أكثر من نفس الأسرة أو من أسر مختلفة تستجيب لشروط الانتفاع به. استقبل الرئيس قيس سعيد مساء الثلاثاء وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي وتناول اللقاء نتائج مشاركة وزير الشؤون الاجتماعية في مؤتمر العمل العربي بالقاهرة على رأس وفد ضم ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، كما تم التطرق إلى عدد من القضايا الاجتماعية والدور الذي يجب أن تطلع به الوزارة في عديد المجالات لشد أزر المواطنين. واطلع رئيس قيس سعيد بالمناسبة على التدخلات التي قامت بها وزارة الشؤون الاجتماعية في عدة مجالات، خاصة بمناسبة العودة المدرسية، فضلا عن برنامج عملها في الفترة القادمة. وشدد سعيد على ضرورة تكاتف جهود كل الوزارات المعنية حتى تواصل الدولة القيام بدورها الاجتماعي. بعد 3 أيام تنتهي الأجال المحددة للتمتع بإعفاء عن خطايا التأخير بالنسبة للشركات المطالبة بالتسجيل الوجوبي أو القيام بالتحيين بالسجل الوطني للمؤسسات، وإلى حد الآن فإن أكثر من 120 ألف شركة قامت بإيداع تصاريحها بالشبابيك التابعة للسجل الوطني، من جملة 400 ألف مدعوة للاستفادة من هذا الإجراء.
هكذا يبدو المشهد في الشباك المركزي التابع للسجل الوطني للمؤسسات قبل 3 أيام من انتهاء الأجال المحددة للتمتع بالإعفاء من خطايا التأخير لتسوية وضعيتهم بالسجل، سواء فيما يتعلق بتحيين الملفات أو القيام بالتسجيل الوجوبي. طوابير من ممثلي شركات ومهنيين وحرفيين وغيرهم من المؤسسات المدعوة إلى إدلاء بتصاريحهم لدى السجل الوطني تسابق الزمن من أجل التمتع بإجراء الإعفاء. إني نصب القوائم المالية متاع البنك ونحيي مراقبي الحسابات متاعهم، حضرنا الأوراق اللازمة وخلصنا المعاليم اللازمة من غير خطايا تأخير. سمعت مؤخرا، ما سمعتش معناتها من 6 شهور. اثنين، علاش بالذات نجيو لهنا للسيير سوسيال؟ من المفروض فما قباضات، نمشيو كل واحد كل جهة تمشي القباضة متاعها. قال فيها حاجة معناها فائدة إضافية جديدة، فهمت للحرفيين والأشخاص التابعين كيفية نخلص معناها في الباتينت. زافوكا اللي نخدم معاهم باش نسجلهم في سجل الوطني المؤسسات، باش تولي أمورهم واضحة ويقوموا بكل إجراءاتهم معناها مع البنوك مع الإدارة الكل. وهو القانون خرج من 2018 وصارت معناها عطاونا عام باش نسويو الوضعية تاع السجل. برشا عباد سجلت وبرشا عباد ما في بالهم الجملة. في الاكتظاظ هذا الموجود كله برسك متسبب فيه، المسبب الأساسي فيه هما المواطنين اللي جاوا آخر نهار. فهمت؟ احنا مثال الشركات اللي نتعاملوا معاهم كلها اعلمناهم بالبرود هذه وصبينا الدوسيات نتاعنا في الاجال وتمتعنا بالاعفاء. أكثر من 120 ألف شركة قامت بالإدلاء بتصاريحها بالسجل الوطني للمؤسسات، من جملة 400 ألف شركة يمكنها التمتع بإلغاء الخطايا في الأجل عبر الإيداع بالشبابيك الخاصة الموجودة في كامل ولاية الجمهورية أو التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للسجل الوطني للمؤسسات. ندعو الناس أن يقوموا بالعملية عبر موقع الويب اللي هي عملية سهلة، يقوموا بالإجراء الأول ودفع المعلوم عبر الانترنت، وبعد يقوموا بالإجراء الثاني بعد 30 سبتمبر في الشبابيك، وهكذا ما يتحملوش غرامة التأخير. السجل الوطني للمؤسسات هو اللي يعطيك الوجود القانوني للمؤسسة، وإن كانت فردية ولا شركة ولا جمعية، لكن لأنه فما خلط بين الوجود الجبائي والوجود القانوني. دونك هنا كمؤسسة هي مؤسسة قانون، تعطي الوجود القانوني للمؤسسات. ربما فما اللي ما كانش عندهم وجود قبل قانوني فقط يلتحقوا قبل 30 سبتمبر. غرامة التأخير تطبق على اللي يجي بعد 30 سبتمبر، وهي نصف الأتاوة أو نصف المعلوم المستوجب. المعلوم إذا كانوا 20 دينار يصبح غرامة التأخير هي 10 دينارات على كل شهر تأخير. ومن شأن الانخراط في السجل الوطني للمؤسسات تكريس الشفافية وبعث الثقة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، إلى جانب التصدي لكل ما من شأنه أن يعيق تنقية مناخ الأعمال. 28 من سبتمبر يوافق اليوم العالمي لداء الكلب، وهي مناسبة للتذكير بخطورة هذا الداء والذي يتسبب سنويا في وفاة حوالي 59 ألف شخص في العالم، خاصة الأطفال في البلدان النامية. ويمثل هذا اليوم في تونس موعدا لتعزيز العمل المشترك بين مختلف المتداخلين في البرنامج الوطني لمكافحة داء الكلب والقضاء عليه وتحقيق الهدف المشترك العالمي، وهو بلوغ صفر وفاة عند الإنسان. وإحياء هذا اليوم سيشهد تنظيم تظاهرات وحملات توعوية حول طرق الوقاية من هذا المرض إلى غاية نهاية شهر أكتوبر القادم بالفضاءات العمومية والمدارس الابتدائية بكل الولايات، وحملة تلقيح استثنائية بالعديد من المناطق ستشرف عليها وزارة الفلاحة وصيد البحر والموارد المائية. 2020 ل 2022 عندنا 9 حالات داء الكلب، 8 وفيات منها. 9 حالات هذوما 6 صغار. علاش الصغار؟ خاطر الصغار اقرب في الطايم تاعهم صغيره، اقرب للكلاب باش يهاجموهم في المناطق اللي هي توصل ديريكت للمخ في الراس وفي العينين، وفي معناها يكون الاصابه نتاعهم اكثر من الكبار. بالنسبة لليوم العالمي كيف عنا تظاهرات كما اليوم، معنا عنا أيام تكوينية، عملنا نهار 23 في منوبة، اليوم عنا في نابل تكوين للأعوان الصحة. كسنا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي رسائل موجهة خاصة للأولياء باش يردوا بالهم على صغارهم.
أكد وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي لدى لقائه نظيره الأردني أيمن الصفدي في نيويورك على هامش المشاركة في الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد أهمية القمة العربية القادمة التي ستعقد في الجزائر في بلورة تصور عربي موحد وعملي يستجيب لاستحقاقات المرحلة والتركيز على القضايا الأساسية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. من ناحيته أثنى الصفدي على جهود تونس ومواقفها الثابتة من القضايا العربية ووحدة الصف العربي، مؤكدا مساندة الأردن لمسارها التصحيحي والإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي تبنتها بحسب ما نقله نص البلاغ الخارجية. كما وقعت تونس والأوروغواي على عدد من الاتفاقيات الثنائية شملت إرساء مشاورات سياسية دورية بين البلدين وإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من التأشيرة، وكذلك مذكرة تفاهم حول التعاون والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي ووزير الشؤون الخارجية بالأوروغواي فرانسيسكو بوستيلو. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 10 آخرون بالرصاص الحي خلال مواجهة عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحام مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة. وأوضحت مصادر محلية أن تعزيزات عسكرية حاشدة ترافقها جرافتان عسكريتان حاصرت مدينة جنين ومخيمها من كافة الاتجاهات، وأطلقت الرصاص الكثيف وقنابل الغاز مسيل الدموع دون توقف، وقصفت أيضا منزلا بصاروخ مضاد للدروع. كما أشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى المنطقة المحاصرة، ولا تزال المواجهات مستمرة. تشهد العاصمة العراقية بغداد منذ يوم أمس إجراءات أمنية مشددة استعدادا لعقد البرلمان العراقي اليوم جلسة للتصويت على طلب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الاستقالة من منصبه. رفعت السلطات الأمنية العراقية مستوى التأهب وفرضت إجراءات صارمة على مداخل المدن وأحكمت إغلاق المنطقة الخضراء بالكامل والطرق الحيوية والرئيسية المؤدية إلى العاصمة بغداد، حيث يعقد البرلمان اليوم جلسة للتصويت على طلب رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي بشأن قرار استقالته من رئاسة البرلمان. إجراءات احترازية اتخذتها السلطات حتى لا يتكرر سيناريو جويلية الماضي حين عمد متظاهرون إلى اقتحام المنطقة الخضراء وأروقة وباحات البرلمان العراقي للتنديد بترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة العراقية. في الأثناء وفي انتظار تصويت البرلمان على طلب الاستقالة، جدد نواب تحالف السيادة بزعامة محمد الحلبوسي في بيان تمسكهم ببقاء رئيس البرلمان في منصبه ودعوة جميع القوى السياسية والنواب المستقلين إلى رفض الاستقالة والعمل على تغليب مصالح الوطن العليا وحقوق المواطنين العراقيين. وبدوره أعلن المرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة محمد شياع السوداني أن هناك مساعي لسحب استقالة الحلبوسي وأن التصويت سيكون بالرفض لهذا القرار على اعتبار أن وجود الحلبوسي مهم جدا في رئاسة البرلمان كونه جزءا من تحالف إدارة الدولة العراقية. بعد صدور نتائج استفتاءات شرقي أوكرانيا، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقول بأن بلاده ستتحرك لتدافع عن شعبها ويتوعد من صوت لصالح الانضمام إلى روسيا. الأقاليم الأوكرانية الشرقية والجنوبية الأربعة أعلنت انفصالها عن أوكرانيا. سكان لوغانسك ودونيتسك في دونباس وخيرسون وزابوريجيا صوتوا بنعم من أجل الانضمام إلى روسيا وفقا للرواية الروسية. وسائل إعلام في موسكو قالت أن النتائج الأولية للاستفتاء في إقليم دونباس وخيرسون وزابوريجيا على عملية الانضمام أظهرت تأييدا قويا، وأضافت أن البرلمان الروسي قد يدرس ضم أجزاء من 4 مناطق أوكرانية إلى روسيا في 4 من شهر أكتوبر المقبل. وبهذا تكون روسيا قد ضمت فعليا 90,000 كيلومتر مربع من أوكرانيا إلى أراضيها. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال أن الهدف من هذه الاستفتاءات هو إنقاذ السكان في جميع الأقاليم، مشيرا إلى أن هذا الأمر يأتي على رأس أولويات موسكو.
أما الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استنكر في خطاب الليلي له عملية الاستفتاءات التي أجريت في الأجزاء المحتلة من أوكرانيا للموافقة على مقترحات الانضمام إلى روسيا، قائلا إنها مهزلة ولا يمكن وصفها أبدا بالمشروعة. وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا ستدافع عن شعبها في 4 مناطق التي جرت فيها الاستفتاءات وفي أجزاء من منطقة خاركيف. سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة قالت خلال اجتماع لمجلس الأمن أن بلادها ستقدم قرارا في المجلس يحض الدول الأعضاء على عدم الاعتراف بأي تغيير في وضع أوكرانيا ويلزم موسكو بسحب قوتها. كما قال رئيس الوزراء الكندي أنه يعتزم فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب الاستفتاءات السورية. وسط هذه الأجواء قال مسؤولون أمريكيون أن واشنطن أقرت حزمة أسلحة جديدة لكييف بقيمة 1.1 مليار دولار التي تشمل أنظمة هيمارس الصاروخية وذخائرها وأنواعا مختلفة من الأنظمة المضادة للطائرات المسيرة وأنظمة الرادار إلى جانب قطع الغيار والتدريب والدعم الفني. وأزمة تسرب الغاز من نورد ستريم جعلت أوروبا تتحقق من إمكانية حدوث عمل تخريبي أدى إلى تسرب الغاز في خطي أنابيب روسيين تحت بحر البلطيق. أثار تسرب الغاز في خطي أنابيب تحت البحر نورد ستريم 1 و2 يربطان روسيا بألمانيا قرب جزيرة دنماركية وتحديدا في بحر البطريق هذا الأسبوع أثار جدلا كبيرا وردود فعل منددة. من جانبه أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن هذه الحادثة ليست مصادفة وسط مؤشرات على عمل متعمد، كما قال إن أي تخريب متعمد لبنية الطاقة التحتية في أوروبا غير مقبول بالمرة وسيواجه برد فعل قوي وموحد داعيا إلى إجراء تحقيق عاجل. هذه الحادثة ندد بشأنها أيضا حلف شمال الأطلسي، فقد قال أمين عام الحلف يان ستولتنبرغ إن تسريبة غاز نورد ستريم عمل تخريبي، مضيفا أنه ناقش حماية البنية التحتية الحيوية في بلدان الحلف مع وزير الدفاع الدنماركي. وقبل وقوع عملية التسريب بأسابيع حذرت الاستخبارات المركزية الأمريكية الحكومات الأوروبية من هجمات محتملة على خطوط الأنابيب تحت البحر وفقا لتقارير إعلامية. جاء هذا التحذير الاستخباراتي وسط غياب تفاصيل كثيرة بشأن هذه الحادثة وعدم توجيه أصابع الاتهام إلى جهة بعينها إلى حد الآن. بلغ سعر الدولار أعلى مستوى له في عقدين من الزمن، وذلك بسبب ما تشهده الأسواق المالية من توتر، حيث أدت زيادة أسعار الفائدة حول العالم إلى تزايد المخاوف من ركود اقتصادي. وحقق الدولار مكاسب على نطاق واسع، فقد انخفض اليورو بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 0.956 دولار، كما هبط الأسترليني بنسبة 0.7% إلى 1.67 دولار، فيما تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 1%. ويقود مجلس الاحتياطي الاتحادي المعركة العالمية لمواجهة ارتفاع التضخم. وأدت مواصلة رفع تكاليف الاقتراض إلى زيادة المخاوف من حدوث ركود عالمي، ما عزز ارتفاع عوائد السندات حول العالم، فقد وصلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية سنوات لمستوى 4% لأول مرة منذ 2010. في أخبار الرياضة، انقاد المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم إلى هزيمة ثقيلة ب5 أهداف لهدف على يد في اللقاء الدولي للودي الذي جمعهما مساء أمس بملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس على درب الاستعدادات لخوض غمار مونديال فيفا قطر 2022 الذي سيدور في نوفمبر المقبل. وحملت الـ11:40 وريتشارلستون في الـ19:10 ونيمار من علامة الجزاء في الـ28:00 وبيدرو في الـ74:00، في حين أحرز منتصر الطابي الهدف الوحيد للمنتخب التونسي في الـ18:00. سيت ماتش دي بريباراسيون نحضروا به لكأس العالم وهذا هو المفيد. نرجعوا نصلحوا نقاط الضعف نتاعنا، نحسنوا في نقاط القوة، وإن شاء الله
نظهر بوجه ممتاز في كاس العالم باذن الله. ما نتصورش فما واحد بخل المريول اللي الكل طالع اليوم على غالب هذيك الكره في الربح والخساره. عملنا برشا حاجات باهيين كيما عملنا برشا غلط، لازمنا نصلحوا الغلط نتاعنا والحاجات الباهيين نكملوا نخدموا عليهم ان شاء الله في البريباراسيون جي ان شاء الله. الانطاع ماهوش خايب نتاعنا، ما نتصور تلعب كونتر البرازيل ابريتو كيب باغمي لي ميور في العالم، كان مش الميور تاعو كنا واقفين مليح على غالب هذاك لو نيفو تغلط خالص. هكذا نصل مشاهدينا إلى ختام النشرة، نذكركم بأبرز عناوينها. زراعة السلجم الزيتي في تونس وأفاق تطويرها محور يوم إعلامي في القيروان للتعريف بهذه النبتة ومساهمتها في التداول الزراعي. قبل أيام من انتهاء أجل التمتع بالأعفاء من خطايا التأخير، إقبال مكثف من الشركات والحرفيين والجمعيات على التسجيل بالسجل الوطني للمؤسسات. إجراءات أمنية مشددة في بغداد توازيا مع جلسة مرتقبة للبرلمان العراقي للتصويت على طلب رئيس البرلمان الاستقالة من منصبه. في الختام إليكم مني أجمل تحية وإلى اللقاء.